السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة في أحسن الأحوال إن شاء الله. كما كيبان على الشاشة، الوصفة اليوم غتكون هي لازانيا، فهي وصفة سهلة وغير كتوجد رغم أنها فيها مراحل، يعني من لاصوص بالشاميل إلى التحضير النهائي باش كندخلوها الفران تكمل الطهي. المهم غنبداو الفيديو. بسم الله، عندنا في المقادير كمية ديال لحم الدجاج، بصلة واحدة كبيرة، ثلاثة ديال فصوص الثوم، ورق الران أو ورق الغار أو ورقة سيدنا موسى، يعني عندها أسماء متعددة. نحتاج فقط ورقة أو ورقتين. في التوابل كنحتاج كركم، البابريكا، الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، السكنجبير اللي هو الزنجبيل، والكمون. هادو هما التوابل. طبعا كاين الملح، كاين الزيت. بالنسبه للمقادير ديال صلصه البشاميل، كنحتاجو مغرفه كبيره ديال الدقيق الابيض، جوج كيسان كبار ديال الحليب، مغرفه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الابزار، الفلفل الاسود، وشويه ديال الكوزه محكوكه. كذلك كاينه صلصه الطماطم، اوراق لازانيا اللي بها باش غنوجدو الوصفه ديالنا. نبداو الان في طريقه التحضير. كناخذ داك البصله وكنقطعوها قطع صغيره، كذلك الثوم، ثم في واحد المقلاه ولا في اي انيه ولا في طنجره كنعملوا الزيت تقريبا شي كاس صغير، كنوضعوا داك البصله، شويه الملح، كنخليوها تشحر شي شويه. بالنسبه لصلصه البشاميل يمكن نوجدوها هي الاولى اولا في نفس الوقت، حنا كنوجدوا لازانيا وكنوجدوا صلصه البشاميل. واحد الكاسرول كنعمل ديك مغرفه كبيره ديال الزبده كتذوب، وحنا كنحركوا البصل باش كتقلى مزيان باش كتشحر. ملي كتذوب الزبده كنزيدوا عليها مغرفه كبيره ديال الطحين، كنحركوا مزيان. كيف ما قلت حنا كنشحر البصل، حنا كنعدلوا صلصه البشاميل. هنا كنضيفوا داك الثوم محكوك، بعد ذلك كنضيفوا الحليب وكنحركوا مزيان مزيان. هنا كنضيفوا لحم الدجاج مقطع صغير، كنقلبوا العناصر مزيان مع بعضياتها، ثم كنضيفوا الملح وكنضيفوا التوابل اللي عندنا في المقادير. من بعد كنحرك مزيان باش كتنسجم العناصر مع بعضياتها. في الاخر كنضيفوا المعدنوس. بالنسبه للصوص بالشاميل كنبقاو نحركو فيها حتى كتقل شويه، عاد باش كنضيفو لها شويه الكوزه محكوكه وشويه ديال الفلفل الاسود، وهكذا كتكون عندنا لاصوص بالشاميل جاهزه. الان ملي كيطيبنا داك اللحم الدجاج كنزيدو عليها لاصوص وكنحركو بطبيعه الحال. قيسو الا كان خصنا الملح نزيدو الملح، كيبقى على حسب الضغط كل واحد. هنا في واحد الطنجره كنعملوا الماء حتى كيغلى، وكنعملوا فيها ورق لازانيا، كنخليها واحد المده ديال جوج دقائق صافي كنصفيوها. ثم كندهن المول اللي غندخلو الفران بشويه الزبده، وكنعملوا عليها واحد الكميه ديال لاصوص بشاميل، كنعملوا ورق لازانيا الحشوه ديالنا. من بعد كنعملوا عاوتاني لاصوص بشاميل. انا فوق منها كنرش واحد شويه ديال ليزاب دو بروفانس، كيعطي واحد المذاق رائع. صافي هكذا كنبقاو مستمرين حتى كنساليو ديك اوراق لازانيا اللي عندنا كاملين. عند الانتهاء كنرشو واحد طبقة ديال الجبن، كذلك كنضيفو شويه ديك لي زيرب دو بروفانس،
وكندخلها الفران على 180 درجة واحد المدة ربع ساعة. طبعا كيكون الفران مشعول من الجهتين، وهذه هي النتيجة النهائية. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم، ان شاء الله تلقوا فيديو اخر. السلام عليكم، شكرا.